أفادت مصادر محلية في العراق بأن انفجارين استهدفا مدينة الصدر شرقية بغداد وأسفرا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح. وقد أفاد مصدر في الفرقة الأولى من الجيش العراقي بأن 15 عنصرا من الجيش العراقي والحشد الشعبي قتلوا بتفجير نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة استهدفت تجمعا لهم شرقية الفلوجة. من جهة أخرى قتل 5 عناصر من القوات العراقية وأصيب 6 آخرون في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.